وقلت صادحا في رثائهم ما قلت. فهذه ساعة العطاء وساعة اللقاء، اللقاء بالأحباب وبالأهل الدائمين بعد الأهل الزائلين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، كنت تقولها وأنت على المنبر، والآن بعد لحظات ستخرج من فمك والحسين بين يديك، وسترى الحسين ليجزيك أجر ما رثيت وأجر ما أبكيت. فهذه القلوب جاءت تودعك، وهذه الأرواح والأنفس من المؤمنين الموالين حضروا يودعوك إلى مثواك الأخير، وسيبقى صوتك صادحا في قلوب الموالين، وهم يتذكروك على المنبر وأنت تنادي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رأيت الشيخ الجليل في مشهد الرضا ذات يوم وهو يقرأ زيارة الناحية المقدسة مع جمع ممن كان يحوطهم، فكلما مر سيد أو شيخ وقف يسمع لنعيه ووقف يسمع لقراءة الزيارة، فتجمع جمع غفير وسألونا من هذا الشيخ، من هذا القارئ، فقلت لهم هذا من جملة خدام الحسين في منطقة القطيف والذي به نفتخر، وأبكى العيون على الحسين. فنحن نقول في وداعه يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا أنقيم في جور الزمان وذله، يا منية الباقي وكعبة نيله، كم غائبا سر الحبيب بوصله، يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا بالأمس كانوا معي واليوم وأبرموا في سويد القال. نيرة نذر، نذر علي، نذر علي، لا أذبحن إلى الرحمن قربانا، نقول راحات راحات المنية للذي يفهمون راحات، نريد أصفق على الطيبين راحات، تقول زينب ليالي كانت ويا حسين راحت، وليالي الحزين ردا علي، هي هي وليالي الحزين ردا، هي هي علي. ما من شك أن المتوفى يلتقي بأهل البيت، فأنوار أهل البيت تحوطه وفي قبره هم من يؤنسوه. لا أدري في هذه الساعة يا مل حسن الذي رثيته طوال عمرك ستلتقي به، فخبرنا عن اللقاء بينك وبينه، سيجزيك أجر ما رثيته وأبكيت العيون على مصائب كربلاء وآل الرسول، ولكن سترى جسد الأروس، سترى جسد مقطع، سترى الأنوار من أهل البيت، وسترى الإمام الذي رثيته، و...
وستتفكر كثير. هذا الذي كنت أقول مرمي جثب الأراس، هذا الذي كنت أقول طحنت صدره خيول الأعوجية، هذا الذي كنت أقول قطعوا يدايه، هذا الذي كنت أقول أخرجوا قلبه بسهم المثلث. نعم ستبصره وسيبصرك وسيجزيك أجر ما رثيت. اسمع حبيبي، ستجري هذه المحاورة بينك وبينه. من أنت؟ لماذا تختلف عن باقي الأنوار؟ لماذا أنت هكذا؟ راح جابك بلسان الحال. أنا اللي بلي يا راس جسم دافنين، أنا اللي بعوادي الخيل صدر مرضبين. عرفني أكثر. قال لا أنا اللي على صدر رضيع دار. عرفني اكثر. يقول لا انا اللي يسموني غريب الغاز. اسمعوا اسمعوا يا موالي اللسان الحال، اسمعوا ارجوكم لا تبكون، ترى مو ساعة بكاء، ساعة لقاء مع الاحبار. يقول جيتك اسلي وحشتك ما بين القبور، وارد لك ثياب النعيل مصاب. بس هالبيت. انا حسين يا من قصتني الكربلة تزور، ارد الزيارة لشيعتي واجب علي. حسين يا حسين.